دشن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني النسخة الثالثة من مهرجان حرفنا بتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ويأتي إطلاق النسخة الجديدة من هذا المهرجان على خلفية النجاح المميز الذي حققه المهرجان العام الماضي. من وحي الأمكنة المثقلة بالذكريات تأتي النسخة الثالثة من مهرجان حرفنا مستحضرة مشاهد من الحياة عبر الحرف اليدوية التي تجمع الماضي والحاضر في آن واحد. جزء من المعرض هو اختيار جزء من المهرجان هو اختيار الموقع الأثري، هذا موقع باب البحرين اللي هو انطلقت من التجارة في البحرين والأسواق. السنة أضفنا إليه دولة ضيف وهي جمهورية مصر العربية، وشاركون 11 حرفي من جمهورية مصر العربية، في بعض الحرف فيها توأمة مع حرفيين بحرينيين وبعضها حرف جديدة. مهرجان حرفنا الثالث يجيء ضمن استراتيجية هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتطوير قطاع الحرف اليدوية والصناعات التقليدية بالمملكة، حيث تم تدشين السوق الدائم للحرفيين البحرينيين في مجمع باب البحرين، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق المتجر المتنقل للحرف اليدوية التابع لهيئة البحرين للسياحة والمعارض. اليوم لأول مرة يتم تدشين سوق حرفي دائم في المنامة في قلب العاصمة، فإحنا قاعدين نرد المنتوجات المحلية التقليدية إلى السوق ولزوار السوق، ونحاول أن احنا يكون سوق المنام القديم بهويته الخاصة يختلف عن المجمعات التجارية. يشهد مهرجان حرفنا مشاركة أكثر من 11 حرفياً بحرينياً إلى جانب 11 حرفياً مصرياً كضيوف شرف في المهرجان، يقدمون الحرف اليدوية للزوار الراغبين بشراء مختلف المنتجات التقليدية المتنوعة، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تدريبية في مجال الحرف اليدوية البحرينية والمصرية. سفن يعني وايد أنواع منها في البحرين، في جلبوت وفي بوم وفي بتيل وفي دي، وإحنا الحين يعني أنا ماخذ الشغلة ذي يعني وراثي أبن عن جد، يعني ماخذها مستمر فيها. إحنا بنقدم حرفة مختلفة شوية عن موجودة عن معنا هنا، اسمها تركيب المجسمات الخشبية جوه الأزايز. الحرفة دي موجودة في الدول الأوروبية والدول الغربية كتير، لكن في الدول العربية أو كشرقيين محدش بيعملها خالص، فاحنا حاولنا ندخل الموضوع ده بالنسبة للسوق عندنا في البداية في مصري، وبدأ يبقى فيه رواج كويس، وبدأنا إن شاء الله جينا ده أول معرض في البحرين نبدأ نعمل المنتج ده، وإن شاء الله ينتشر برضه معنا هنا إن شاء الله. من خلال هذا المهرجان بنشارك بمنتجات ما يقرب من 750 أسرة من مدينة أخميم من محافظة سوهاج في جنوب الصعيد في مصر، لنشارك بهذه المنتجات اللي هي تعتبر من المنتجات اللي اشتهرت بها مدينة أخميم منذ ما يقرب من 5000 عام من عهد الفراعنة. توقيت المهرجان الذي يستمر حتى 8 من الشهر الجاري يأتي كالمعتاد بالتزامن مع استضافة البحرين لسباقات الفورمولا 1، وذلك تنشيطا للسياحة في مملكة البحرين عبر إتاحة المجال للزائرين للتعرف على الحرف التقليدية عن قرب في مكان مميز وهو سوق المنامة القديم. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.